انا بقول مستر موسيماني له كل الاحترام والتقدير، عملت بطولات للنادي الاهلي، اهلا وسهلا بنشكرك شكرا، ما عندناش اي مشكله، لكن انت كمان ليك طلبات صعبه جدا. يعني انت بتكتب 6 شهور شرط جزائي لو الاهلي استغنى عنك، ده دي نقطه. النقطه الثانيه كنت بتاخد ما يعادل 125 الف دولار في الشهر او 120 الف دولار، دلوقتي عايز 200. يعني حقك ان انت بترتقي بمستواك وفكرك والنواحي الماديه بتزودها، ده حقك المشروع، ما عندناش اي مشكله. فهل النادي الاهلي هيديله 200 الف دولار؟ هنا بقى ايه فيها كلام. المشكله الاكبر ان انت يعني عملت يعني مشكله جامده جدا في تصريحاتك. يعني حسام غالي شده الفتره اللي فاتت، هو سيد عبد الحفيظ قعدوا معاه جلسه امبارح او اول امبارح، قالوا له الكلام اللي انت بتقوله في المؤتمر الصحفي ده ما يمشيش مع اسلوبه ومبادئ النادي الاهلي. ده حسام غالي. حسام غالي كان معاه امبارح، كان في حزم قبليها بقى. مش هيقول لك، معرفش. لا مش هيقول لك. لا طبعا، لا حسام غالي مش هيقول لك اكيد. لا طبعا، ده كل شغل. واحد عنده مش طبعا عمد. لا يعني انت في اسرار للشغل، انت عارف النادي الاهلي ده مكتب، طول ما المكتب ده مقفول عليك صحيح هتلاقي الامور ماشيه بشكل كويس. فعشان كده انا بقول لك، قال له كل حاجه عندنا جوه المكتب، لو طلعت بره المكتب هيبقى فيها مشكله. فانت صحيح. ليه بتعرض الكلام اللي احنا قلناه لك؟ بتقول ايه في التويتات بتاعت كابتن محسن صالح عن اللي قاله موسيماني؟ لا انا بشجعه طبعا وبحييه عليها. كان رد، يعني رد على ردا على موسيماني الكلام اللي انا قلته قبل كده، قلت موسيماني كان محظوظ ومحظوظ ان هو مسك النادي الاهلي. على فكره انا ما بهاجموش يا فاروق، ده فعلا اي حد هيمسك النادي الاهلي يساعده يا هناه هيبقى محظوظ، مش هو بس. كابتن محسن رد عليه قال له كده، قال له مانو الجزي جاب 20 بطوله، فلان جاب بطولتين، فلان مدرب جاب مش عارف ايه، صح صح، تسوبل وهولمان، كل الناس دي جابت بطولات نادي الاهلي، مش هو يعني، مش هو يعني النادي الاهلي مش هيوقف على موسيماني ومش هياخد مش بطولات، مش هيوقف على اي حد بالظبط. فهو بيقول تاريخ النادي الاهلي، هو مش بيعيب في موسيماني. اللي يفهم التويت هنا يا فاروق يبقى ايه راجل بتاع كوره. بعض الجماهير كابتن هجمت كابتن محسن صالح، جماهير الاهلي هجمت كابتن محسن صالح. انا اتكلم، هو بيتكلم في التاريخ، هو ما بيهنش موسيماني ولا بيتريق عليه ولا حاجه، لا يعني انها دايما لازم كانت تبقى حتى من المسؤولين داخل الغرف برضه المغلقه. ماشي، ما يعني موسيماني يطلع هو وانت تطلع كمان. يعني هو ينفع موسيماني في المؤتمر الصحفي يقول لك انا ما جددتش ليه وعايز اجدد وشو، عمال يعيط وعايز يجدد؟